ثم بعد ذلك المجال السادس من مجالات الاعتبار والتفكر هو التفكر في تقليب الله سبحانه وتعالى للأشياء وتصرفه في الكون. فأنت ترى الإنسان اليوم ملكا لا يرد له أمر، وغدا هو سوق لا يلتفت إليه أحد، اليوم هو وزير وغدا ليس له أي وظيفة ولا أي عمل. وهذه تقليبات من شأن الله سبحانه وتعالى وتصريفه في خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وإذا فكرت فيها ففائدة التفكر في ذلك أن تدرك أن النعم لا تدوم وأن الإنسان مبتلى بها. فإذا وظفت في وظيفة فلا تؤخر عمل اليوم لغد، بادر للإنجاز قبل فوات الأوان يرحمك الله. واعلم أن بقائك على الكرسي الوظيفي مثل بقائك على كرسي الحلاق، تجلس عليه ليحلق رأسك ثم تقوم لتترك مكانك لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فلذلك لا بد أن تبادر البدار الأبدار قبل فوات الأوان ما دام بإمكانك أن تتصرف تصرف الآن. يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. وذو الجهل يامن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا.